مصلى فندق أبراج مكة على ساحة الحرم. دي أبراج مكة زي ما انتم شايفين. هنصور المصلى، المصلى في الدور الرابع. أبراج مكة ميزتها إن المصلى مفتوح للجميع، مش شرط الساكنين في الفندق فقط، ودي طبعا ميزة كبيرة اللي ممكن أي حد يخش إيه يصلي. هنصور المصلى وهو مطل على إيه، على المسجد الحرام. ما شاء الله تبارك الله، الزجاج بانوراما. هذه الناحية ناحية شارع الهجرة وشارع إبراهيم الخليل. تظهر ساحة الحرم ما شاء الله تبارك الله اليوم 6 ذي الحجة 1443 هجرية. طبعا مش معنى ان انا بحط مصليات الفنادق ان انا بنصح بالصلاة فيها ابدا، الصلاة في المسجد الحرام افضل من اي شيء، بس ساعات الزحام الشديد ممكن ما تلاقيش مكان تحت، بيكون في حد كبير مثلا محتاج يصلي في تكييف، طبعا التكييف والظل لا شك افضل، ففي حالة الزحام الشديد وما فيش مكان ممكن اي حد يطلع يصلي في المصلى هنا هوت. زي ما قلت كده الدور الرابع في ابراج ايه، أبراج مكة. ما شاء الله مصلى كبير جدا يتسع لأعداد كبيرة زي ما انتم شايفين. المصلى كما ترون هنا المطلع، مكان صعود السلالم الكهرباء. طبعا المصلى مرتبط بسماعات مباشرة مع الحرم. رزقنا الله وإياكم حج بيت الحرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.